عندي مبلغ من المال في البنك، أخذ منه أحيانا وأدعه أحيانا، هل فيه زكاة؟ وأصرف منه العلاج ومشتريات البيت، هذا المبلغ هل بلغ النصاب؟ نصاب الأوراق النقدية هذه الأيام حدود 1178 ريال. إذا بلغ هذا الرقم، يعني عندك مثلا المبلغ 1200 أو أكثر وحال عليه الحول، ففيه الزكاة. وبعض الناس يقول مثل ما قال أخونا السائل، إنني ما أدري، أنا أصرف منه وأدخر ولذلك أقول إن أفضل طريقة لزكاة الدخل الشهري والرصيد هي أن تجعل لك تاريخ محدد في السنة، ونفترض مثلا أن 15 رمضان، وزك جميع الرصيد الذي عندك، جميع الرصيد الذي عندك زكه، سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره واضح، وما لم يحل عليه الحول تنوي به تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز وقد وردت به السنة. وبذلك لا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى منتصف رمضان زكيت جميع ما عندك. هذه الطريقة أسهل وأضبط وأحوط.